والله اليوم قاعدة تروح مفرفحة على كاهي وجيمر، ما بقيت لا مطعم خابرتي لا كافتريا، أنا قلت ما يحل إلا ضلعي. هاي خطيه، هاي زينه جابت لنا اياها. زينة مشكورة حبيبي أكرمك الله. لا مو بس هاي، جايب لنا كاهي وجيمر. الجيمر يا علي قرب قرب. اي بالله عاشت ايدك. ربي امشي كاعب قرم. حبكم تسحق قرم. هي من سالفه قمر؟ هرموناتي. خربطت الامور. لا قمر عرب وباربيل وبوقت متاخر. يعني ما لا شكر محمد جاب لنا كاهي وقمر. الساعة بيش هسه؟ بالاربعة وثلث الصبح. ترى احنا باربيل هنا. صرنا ما نتريق الا ما يجي كاهي وقرم. يا مساء الخير. الحب والسعادة على عيونكم الحلوة. طبعا كل شوية البنات يسألوني ليش ما تنزلين على السبا، ليش ما صورتينا السبا. انتو تعرفون اني الساونا ممنوع علي حنات. شوفوا هذا السبا مال رمادة، اول شيء عندهم جيم اوكي، وهاي احلى شيء طبعا بالنسبة للبنات والشباب، عندهم جيم اكثر من رائع. اوكي اكمل لكم، تعالوا يا حلوات وياي المسبح. واو حلو حبيته، كلش حلو المسبح. بنات حتى هاي الفوط مال الحمام كلش نظيفه، والحمام نظيف جدا. فاول ما تطلعون من الجيم تروحون على المسبح، والعكس صحيح طبعا. يا حلوات نكمل الفرة مالتنا. اليوم اسوي لكم احلى تور. طبعا اني ليش ما جاية هنا؟ ترى اني مظلومة والله العظيم. واو غرفة المساج روعة روعة. هذه مال ريلاكسينج طبعا، مال مساج مال استرخاء مال راحة. يعني بعد ما تكملين هيدروفيشل، بعد ما تكملين مساج أو ساونا أو أي شيء أنت جاية تسويه بالسبا، تجين هنا. أحلى شيء بالسبا حقيقة أنا يعني كل شيء عجبت بيه، اللي هو حمام مغربي أو تركي أتوقع يعني، بس أنا انبهرتني نظافته وجماله. يعني بهذا الممر اللي تروحون بيه على الحمام أكو هنا غرف، وانتم بكرامة طبعا مال الاستحمام. اوكي شوفوا هاي الحمامات شكد حلوة. شوفوا بنات مثل ما قلت لكم، مثل ما توقعت، احلى شيء الحمام التركي وليس المغربي. شحلاته شحلاته يعني ما احكي لكم. حلو والله جميل. هذا الستاند، هذا منه شوف ايش قد حلو. جميل جميل والله. الإضاءة هم مسويها خاصة أحلى. حلو إيه بعد تعلمك. هاي الغرفة ما تفكر فيها. حلو شوف حتى المواد الموجودة كلها براند. جميلة والله. ايش حلو هذا الجهاز مالتهم حتى تنظيف البشرة، بتشي روعة. ساونا ويلي شو حمام تركي طيبة الأمور. ويلي جميل. شوف بنات معلقتها هنا متوسه بيها كلب ماما، صار القاها واقعه ومايعه من الشمس. والله الشمس تعيل، ذبلت ورداتي حناني وقعتي مايع حناني. هي كلب ماما كان شهد من روحه فعر. هلا مساء الورد، شلونكم شخباركم؟ مشتاقه لكم يا حلوين والمو حلوين اللي تنمرون دول، اللعبة بيهم طابة. أنا هيجي عيشوا حياتكم، عيشوا السلام الداخلي. أنا أحب البساطة، أنا
بلاشة 3000 أطلع لكم فستان براند بكيفي. أنا بنية متصالحة ويا نفسي وعندي رسالة وعندي مسج بأي شغلة أنا أحطها بالسناب أو بالإنستغرام أو بالفيسبوك، مو اعتباطا. أحب الناس اللي يحبوني من صدق، يحبون بساطتي، يحبون تواضعي. لباقه وهاي محمد جوز مني المقابل مين يدبر محمد داشرح موضوع دار الزلبي فدوه اسفين. المهم احبكم ابقى وما ازعل من عندكم والله العظيم. صار ساعه رزلي بيضربي احد شنو قايل عليك داخل علي معلق لي ايه تعليق هذا شيك ايه شنو كرشك ايه او هو يقول لك شايف ايه؟ نفسك وانت شنو انت انواع حتشوف شعار كان الفضول يخلي ادخل علي بالله هذا الشخصي. بعدين يا بعد روحتي يا قلب شهد انتو اني متابعيني القدامى يعرفوني كل الزين مسوية رجوفي هاي ما راح تفتهمها خطية راح تدور بالجوجل راح اسهلها لك مسوية مسح ما